شاء الله الله يعودوا علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة، وإن شاء الله تنصلح النفوس، نفوس الناس، والله يرزق الناس إن شاء الله برزق الحلال. وندعو الله سبحانه وتعالى يجعله خير شهر، خير شهر خير وبركة على الأمة الإسلامية جمعاء. دعواتنا أن نستثمر هذا الشهر بدعاء إلى الله من أجل وحدة البلاد، دعوتنا إلى أساس أن يوحدون رؤاهم من أجل خدمة البلد وترك المنافع الشخصية. نتمنى أن يكون رمضان خير. ندعو القوات الأمنية إلى أخذ الحيطة والحذر. دائما كانت الجماعات الإرهابية تحاول يعني تضرب وتعكر مزاج يعني يستهدفون أكبر عدد من التجمعات البشرية في رمضان من أجل يعني تخريب فرحة العيد عليهم. ندعو القوات الأمنية لأخذ الحيطة والحذر، ويا رب يحفظ العراق والشعب العراقي. رمضان كريم على أمة محمد وعلى جميع المسلمين، ورمضان هذه السنة إن شاء الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى توحد جميع أطياف العراقيين إن شاء الله، وإن شاء الله خير وبركة. وهناك أيضا مشكلة ربما الكثير يتحدث عنها، أنه ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل عام. في هذه الفترة ربما التجار وأصحاب المحلات التجارية والغذائية يرفعون الأسعار، ربما تكون هي أسعار مضاعفة للسعر التقليدي والسعر الرائج دائما قبل رمضان. ونتأمل أنه كل رمضان وكل هذه الأيام الفضيلة هي نعمة للمسلمين وللعرب بشكل عام، ونبذ الطائفية ونبذ التطرف في جميع ربوع الوطن العربي.